خطى الشهادة. كل إشي حلو فيه، صفاته حلوة، كل إشي فيه حلو، الحمد لله رب العالمين. طلب الشهادة ونالها الحمد لله، الله يرضى عليه، مرضي محبوب ومجاهد، بحب الله كتير، الله اصطفى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كل إشي حلو بحياته، كل إشي. وأكتر إشي يعني بشوفه فيه عند الوضوء كتير، كل ما بوقف أتوضى بشوفه بتوضى معي. كنت أتوضى أرفع الكمة تيجي لعند الكوع، اللي هو هيك اللي بتوضى، مش هيك اللي بتوضى، اللي يرفع شمري لهون خلي المية توصل هون. أضحك أقول له بدك تعلمني أنت، يقول لي بعلمك. وآخر فترة يعني ما كانش يجي كتير على الدار، كان ينام بريت الدار، يجي الصبح يشتري كيلو خبز، بحب الخبز سخن من الفران، ياكل ثلث ما جعته هو سخن، حط لك ايش فيها يقول لي لا. هو كتوم ما بيحكي اشي، اقول له انت مع العرين امك هناك، يقول لي لا، ولا مع مين، يقول لي انا مع الله، انا ولا مع حدا، انا بشتغل لله، بايع ربنا، الحمد لله رب العالمين. كل صار يحكي معاه وتسيبك من هالشغلة، أخوك محبوس وكفيهم أهلك، ولا اقتنع من أي حدا ولا اقتنع من أي مخلوق. في مقولة كاتبها وحكيتها قبل هالمرة وحكيتها وراح أحكيها وراح أضل أحكيها، إن الجنة غالية ومهرها النفوس، دائما يحكيها دائما. وجملة عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. يسكتني أنا ما أقدر أحكي لما يحكي في القرآن، ما أقدر، يسكتنا بالقرآن. كل شي كلنا نحكي له يا أنا عمامه أخواله مين ما يقعد معاه يحكي، يسكته بالقرآن، يحكي آية قرآن ولا حد يقدر يحكي معاه كلمة بعديها، يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. أخذوا الحمد لله شهيد وبفتخر فيه وبرفع راسي فيه، الحمد لله مشتبك، مش حي الله شهادة إنه كبسوا عليه وطقوا، لا لا، مشتبك الحمد لله رب العالمين، زي ما أنت شايفة مخزقينه تخزي. لما سلمونا إياه أخذنا سترته وبوته وأواعيه كلهم دم، استقبلته بالزغاريت وبالورد، رشيت عليه ورد، ومن ورد جنينة الدار. قبل ما يخرج اللي لازمك إشي، قال له لا أروح، الله يرضى عليه، بضل رايح. إذا لازمك إشي احكي، قال له لا فيش إشي، بديش إشي. أمرار لما يطلب أبوه منه إشياء، لا خلص عمل له روح، خلص تضمدش، أخاف عليه، قال له خلص صيبه بحاله، اتركه. هو مبسوط، وأنا بوسته قلت له أنت مبسوط، مبسوط هيك باللي عملته؟ الحمد لله رب العالمين. عيني دمعوا، عيني دمعوا آخر نظرة قبل ما يخرجوا على التشيع، عيني دمعوا. الله يرضى عليه، مكافح مناضل الحمد لله، مجاهد الحمد لله، كل الصفات الحلوة فيه، عشان هيك ربنا كرمه الحمد لله، كرمه بالشهادة زي ما الكل بيعرف، مش مين ما كان بنالها الحمد لله رب العالمين. قد ما هنا غضبانين منه، بقول لك يعني شوفي كم رصاصة، مش بس رصاصة وخلص، ولا رصاصتين ولا خمسة، هو التقرير الطبي انه 22 23 رصاصة، غير اللي ماكلها هاي المتفجرة بوجه. الحمد لله.